لذلك إجابة على سؤال لماذا الطفولة؟ لماذا الطفولة عنوان لي أنا اخترته بكتابي، ولقضية يعني أنا أتكلم عنها دائما في مجالات والمحيط البسيط اللي أنا يعني أقدر أتكلم فيه. طبعا صعب إن نقرأ هذه واحدة من مقاطع الكتاب، إحنا حنمشي بهذه الطريقة، بعض العناوين نقرأ يعني مقاطع من الكتاب. حقرأ لكم بشكل سريع. لم يكن آدم طفلا عندما غادر جنينه. في أحد هنا قال آدم؟ آدم ما نعرف مكان طفل، لكنه عاد إليها تاركا خلفه هو الكثير من الأطفال. إحنا كلنا جميعا أطفال. أرسل الله رسله حتى آخره، ثم جعل الأطفال يكملون هذه المهمة. سيأخذ هذا العالم مكان الهجم عندما يتحول الأطفال إلى النبوة العظمى فيه. عندما يجتمع الساسة ورجالات الدولة والعسكريون وقادة الأحزاب والتيارات